السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا فورد فوجن 2012، تغيير يد الباب الأيمن، طبعا نفس الطريقة اللي هنا تنطبق عن جميع الأبواب. فك المسمار اللي هنا، طبعا في المسمار واحد فقط، المسمار ممكن هنا تحت السدادة بهذا الشكل رقم 8 أو 7. يظهر عنده هنا رقم مفتاح مربع، راح نفتح المسامير هذه. المسمار هنا طبعا، لاحظ اليد مكسورة. طبعا المفك نجمة، ايضا هنا نجمة. طبعا فكه من الفيش من المفتاح قفل الابواب. افتح المسمار حلو اللون. هذه تجيت الباب الان مفتوحة. وعندنا هذا الآن الباب، لا بس راح نفتح المسمار 8 اللي عندنا هنا. هذا الآن عندنا اليد محررة، اللهم الآن راح نفك اليد. شوف عندنا هنا، نرجعها للخلف ونسحب السنترة هذه حقت الواير حق الباب، نسحبها من القفلة حقتها اللي هنا. هذا الآن عندي اليد مفكوكة بالكامل. طبعا هذا رقم القطعة حقت الأمامي الأيمن. هذا القطعة ركبنا القفلة حقت الواير، ركبنا هنا السنة أو نفس الواير في المجرى اللي راح نركب إن شاء الله. وهذا عمل اليد، تم التركيب. راح نركب له تنجيده. ركبنا يد الباب، هلا راح نطبقها. الآن نركب اللي هو بعد ما ركبنا المسمار، نركب القفلة. هذه هي الآن ركبناها. ركبنا المسمار الجانبي، المسمار الأسفل، لقى معاه اليد هذه. تم تركيب المسمار كذا، انتهينا. طبعا هذا عنده اليد خربانة سنتر لوك. هذه سدادة. كذا الآن ركبنا داخل، ما شاء الله تبارك الله. عندي برضه الباب الخلفي، والباب الخلفي ما يختلف كثير، مسمار هنا، مسمار هنا، ومسمار في الجنب. طبعا هذا المسمار موجود واسفل اعتقد ما فيه والله، بس مسمار هنا ومسمار هنا ومسمار الجنب. هذا يد الخلفيه،
وهذا الديكور. وهذه اليد اليمنى الخلفية. هذه الجديدة. طبعا خلصنا التركيب، راح نجرب الان طبعا هذه القفلة. إذا خلصنا من فك التركيب اليد الأمامية الخلفية اليمنى والخلفية، هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.